أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسوء الطقس غائم جزئي 9 درجات مئوية، الملموسة 6 درجات، الرطوبة 77%، والرياح تبقى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 18 إلى 11، المفرق 14 إلى 8، جرش 15 إلى 10، وعجلون 15 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 18 إلى 12، مأدبة 17 إلى 8، الزرقاء 15 إلى 8، عمان 15 إلى 9، والبحر الميت 23 إلى 14. المنطقة الجنوبية، الكرك 14 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 9، الشبك 13 إلى 7، العقبة 23 إلى 14، ومعان 15 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 9، الصفاوي 16 إلى 9، ورويشت 17 إلى 9، مع هبوب لرياح شرقية معتدلة إلى نشطة أسرع. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.